ايد واحدة ارجوكم ساعدوا فلسطين. حلو موقف. انا ما حضرتها قبل، هي اول مره بحضرها. ضيقت عليها. شكرا. ويعني هي فلسطينيه انت عارف، حديثا اصولها اخذت لا حديثا اخذت الجنسيه السوريه بعد ما تجوزت سوري. لا بقول لك معلوماتي طبعا، مع حق كل فلسطيني بيقول هيك. اما خطابه بعثي وحده ايد العرب وحده الله يا ام رفيقتي، ما اذا مش قاريه ولا شوي اي ايد عرب بدك توحديها، مش انا شو بيشبه شو بجمعني كعربيه، انا لبنانيه عربيه باهل اليمن العرب مثلا، انه اي عيد مع عيد خرقونا. كان يقول كمان اتحد العرب نشكل قوة ثالثة في العالم، بس كان شعاره الاول حرية ثم عروبة. ففي بلاد تحكمها الدكتاتوريات يلا ضلك قاعدة بسوريا. بس شكرا اللي عم تقوله ست نضال. انا مقهور عليها. ايه يعني انا يعني لما حدا بيكون مقهور قدامي بنقهر انا وبعمل ردة فعل عليه، ما بعرف ليه. بغض النظر على الخلافة مع بعيدة عن موقفها السياسي، خلافك انت وياها. ايه صادقة. ايه حرام يعني، حرام حبيبتي. كنت كتير اصحاب انت وياها. يعني كيف كتير اصحاب انا يعني؟ كنتوا كتير رفقة انت وياها، رسائل واتصالات بلا. انا لا رسائل واتصالات لا مش من وقت للتاني. ما كنت كنا اصحاب. ايه من لطفة وطيبتها اجت على بيروت اجت لعنا. ايه عملت لك هي بلوك اللي عملت لي بلوك. انا لا على الواتساب مش عملت لك بلوك. انا اللي عملت لها بلوك. انت كمان وفكيته هلا فكيت. لازم ابعث لها رساله. بعتي لها هلا فويس. بعتيها هي بحبك وهلا شفت الفيديو. تقول لها انه عم بيعرضوا لي حبيبتي. يلا يا حبيبتي وهيك خلينا يكون سبب صلح اليوم. هيك عم ندعي انا بعتت لكل اعدائي اللي بقى معرضين لشيء. مثل مين؟ غير شكرا. لا شكرا ما بعثت لها. نسيتها. مين اعدائك اللي بعثتي لهم احلام واطفال؟ لا ما رح اقول لك. ساره ما عم بعرف وين مسج شكرا، بلكي بالسي لحظه. ام او ار طلعت حطيتها بالارشيف. اضرب. بعثي لها فويس. شكرا حبيبتي. هلا انا بتصوير تلفزيوني وعرضوا الفيديو تاعولك. بتعرفي من كثرة الفيديوهات ما عم نلحق نشوف كل شيء، بس تأثرت كثير انا عم شوفك. والله يحميك ويحمي قرايبك واحبابك، والله ينصرك على نفسك وعلى العدو. اذا نسيتي صوتي انا نضال احمدي. اذا نسيتي صوتي قالت له. بس هي بعثت لي شيء قبل هلا لحظه. بتقول لي سلامتك الف سلامي، الله لا يضربك يا رب، كل عام وانت بخير. هي شكرا محبه وطول عمرها بتحكي بلغه محبه. بس والله ما عم اقلدها مني. بلا. ايه والله عم اقلدها.